مشاهدينا الأعزاء، تحية طيبة، نحييكم ونقدم لكم برنامج تلفزيوني الأهواز، وسيشمل برنامجنا لهذا اليوم برنامج مقتطفات حول آخر أخبار الواردة في هذا الأسبوع، وهو من تقديم السيد ناهي الساعدي، وبرنامج حوارات يقدمه وجدان عبد الرحمن، ويستضيف فيه السيد يوسف عزيزي أمين عام مركز مناهضة العنصرية ومعاداة العرب في إيران، يحاوره حول خبر تهديم قصر الشيخ خزعل في منطقة الفيلية. أما القسم الأخير فهو برنامج تراثنا هويتنا، يقدمه الأستاذ أبو نزار حمدي. نتمنى لكم مشاهدة مفيدة. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي مقتطفات. نبدأ أولا عن موقع حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي، حيث نشر الموقع بيانا عن مركز مكافحة العنصرية ومعاداة العرب في إيران حول جريمة تدمير قصر الشيخ خزعل. جاء فيه: نشرت وسائل الإعلام الفارسية كصحيفة جامجام جام وموقعي عصر إيران ونيوز أونلاين ومواقع أخرى خلال الأيام الأخيرة خبر تدمير قصر الشيخ خزعل التاريخي في منطقة الفيلية بمدينة المحمرة العاصمة السابقة لإقليم عربستان. فبالرغم من الأضرار البالغة التي لحقت بهذا المعلم التاريخي خلال حرب الثماني سنوات بين إيران والعراق، إلا أنه ظل شامخا وثابتا منتصبا كما هو نخيل هذه المنطقة، إلا أن أعداء التاريخ والإنسانية أزالوا بأدواتهم الإجرامية هذا الصرح التاريخي الهام عن الوجود. ويقول البيان إن هذه ليس الجريمة الأولى التي ترتكبها الأنظمة الإيرانية من ملكية إلى جمهورية إسلامية، بل سبق وأن تم تحويل قصرا مماثلا للشيخ خزعل إلى مقر لدائرة المالية بمدينة الخفاجية في الأربعينيات من القرن المنصرم، كما أقدمت في التسعينيات من القرن الماضي إلى تدمير قصر نجل الشيخ عبد الحميد الواقع في مدينة الأهواز وحولته إلى مرآب لسيارات النقل العمومية. ويقول البيان عن الدواعي من وراء هذه الجريمة إن هذه الأعمال الإجرامية إن دلت على شيء إنما تدل على معاداة الأنظمة المتعاقبة على دفة الحكم في إيران، سواء في عهد الشاه أو ولي الفقيه للمعالم التاريخية الخاصة بالشعب العربي الأهوازي. وفي نفس السياق، أما عربيا، نشر موقع العربية تقريرا بقلم الكاتب سعود الزاهد تحت عنوان الحرس الثوري الإيراني يدمر قصر آخر الأمراء العرب في الأهواز. جاء فيه إن تاريخ بناء قصر الفيلية الذي يعتبره عرب الأهواز من تراثهم القومي يعود إلى العقد الأول من القرن العشرين، وكان مسجلا كأثر تاريخي، إلا أن دائرة التراث في الإقليم لم تتمكن من منع المؤسسة العسكرية الإيرانية من القضاء على هذا المعلم العربي. وكان الأمير خزعل على علاقات جيدة بأشقائه العرب في السعودية والكويت والبصرة، ويرى البعض أنه كان يدعو منذ بداية القرن إلى تحالف عربي في المنطقة. ويستمر الكاتب الأهوازي سعود الزاهد: في الكويت قام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي بترميم قصر الشيخ خزعل، بقية المحافظة على التراث المعماري الكويتي الأهوازي باعتبار أن هذا المعلم يعكس جزءا مهما من تاريخ الكويت والأهواز. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم برنامج حوارات. في البداية أتقدم إليكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك بأحلى وأجمل التهاني والتبريكات، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامكم كلها أفراح إن شاء الله وخير وسعادة، ونتمنى من الله القدير أن يفك قيد أسرانا إن شاء الله. بما أن احنا الآن في أيام عيد الأضحى المبارك وهي أيام عيد وأفراح، لكن الحكومة الإيرانية وبالنيابة عنها الحرس الثوري للأسف الشديد قام بجريمة أخرى أضافها إلى جرائم السابقة، وهي أيضا تهديم قصر الشيخ خزعل الواقع في منطقة الفيلية في مدينة المحمرة، وقام بتهديم هذا المعلم التاريخي للأسف الشديد وفي مناسبة غير محلها، يعني مناسبة أعياد، ولكن ارتكبت الجريمة في هذه الأيام. وبهذا الشأن نستضيف أمين عام مركز مناهضة العنصرية ومعاداة العرب في إيران الأستاذ يوسف عزيزي لنحاوره حول هذا الموضوع. أهلا بك يا أستاذ يوسف. أخي، كما تعلم وحضرتك أيضا كتبت حول هذا الموضوع، وهو موضوع تهديم قصر الشيخ خزعل آخر أمراء عربستان أو الأهواز، وقامت بمجموعة من الحرس الثوري وهدمت هذا القصر بالكامل، وحضرتك كتبت عن هذا الموضوع. برأيك ما هي الأسباب أدت إلى هذا العمل أو هذه الجريمة اللي ارتكب بها الحرس الثوري؟ الواقع قبل لا أتطرق إلى أسباب هذا العمل الإجرامي، يجب أن أندد وبشدة بعملية تدمير هذا المعلم التاريخي الذي يشكل تراثا ثقافيا وتاريخيا ليس للشعب العربي الأهوازي فحسب، بل لكل الشعوب الإيرانية، بل وهو تراث عالمي يمكن أيضا نعتبره. فلهذا أنا أقول أن الأمر، الأسباب التي أدت إلى تهديم هذا القصر، أي قصر الشيخ خزعل بن جابر في منطقة الفيلية بمدينة المحمرة،